أساء عدد من ناشطي الثنائي على مواقع التواصل فهم كلام البطريرك الراعي عن لم الصينية دعما لأبناء الجنوب النازحين، وأخفقت الجهات المقابلة في شرح المفهوم تفاديا للسجلات العقيمة. يعقد تيار سياسي لقاءات تنظيمية مع عدد من نوابه لتنسيق الإطلالات الإعلامية بشكل أكبر. يسخر ناشط قواتي سابق في قضاء بشري في لقاءاته الخاصة من نتائج الانتخابات الداخلية لحزب القوات، معتبرا أن حولت الهيئة التنفيذية إلى تجمع لنواب المتقاعدين.